ما يستحقش يكسب وبيعملوا لقطات من الأخطاء التحكيمية. وإمام عاشور عال على الفريق، تصريحات مثيرة من رضا عبد العال هاجم فيها النادي الأهلي بعد مباراة نهائي كأس مصر. يا ترى إيه الحكاية؟ هجوم عنيف من الكابتن رضا عبد العال على النادي الأهلي بعد مباراة نهائي كأس مصر، اتكلم فيها عن مجريات المباراة وعن أداء الأهلي طول الماتش. رضا عبد العال قال لعيبة الأهلي ما لعبوش طول ال 85 دقيقة، ولو كان في مهاجم بيخلص كان الزمالك كسب الماتش. وهدف إمام عاشور تسلل، والأهلي بيعمل تاريخ باللقطات التحكيمية الخطأ دي. لو أنا مكان مجلس الأهلي أجيب كولر وعود معاه، هو ناقصه إيه علشان يقدم أداء كويس أمام الزمالك؟ ده ما عملش 3 تمريرات على بعض قدام الزمالك. كمان اتكلم رضا عبد العال عن إمام عاشور وقال إن إمام عاشور 85 دقيقة مش موجود، كان عالى على الأهلي، لكن كولر عنده تعليمات ما يخرجش عاشور. في المقابل وجه احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رساله للجماهير، وقال رسالتي لجماهير الزمالك لا تنساقوا وراء حملات الهدم، مجلس اداره الزمالك الجديد بيخدم النادي باخلاص، واعلم بعض التفاصيل، وهناك منهم من يخسر الملايين لانهم بيخصصون اوقاتهم للنادي بدلا من شركاتهم، لا نريد هدم المعبد. الزمالك خسر المباراه وهو كان الافضل فيها، واذا كان لديه مهاجم بمواصفات قويه لكان فاز بهذه المباراه. على جماهير الزمالك مواصله دعم مجلس إدارة النادي حتى يمر النادي إلى بر الأمان، لأن النادي في مرحلة صعبة حالياً وما زالت أمامه أزمات. كمان قال ميدو في تصريحاته إن ترتيب المباريات لأي مدرب جديد بيكون مهم للغاية، على جماهير الزمالك ألا ينساقوا وراء حملات الهدم، لأنني أعلم ما سيحدث في الأيام القادمة. أخطاء جوميز في المباراة طبيعية بالنسبة لمدرب يتولى الفريق منذ أيام قليلة، هو أخذ المغامرة في المباراة لكن كان هناك توازن بعدم اندفاع الأظهرة. جوزيه جوميز نجح في فكرته في المباراة وجعل على النادي عاجزا في العديد من اوقات المباراه، وسط ملعب الاهلي كان ضعيف للغايه في الناحيه الدفاعيه. نادي الزمالك اذا كانت ازمته في المدرب لكان الامر سهلا، لكن الامور اكبر من ذلك، فالزمالك يحتاج لحارس مرمى وثنائي في خط الدفاع. نادي الزمالك يجب ان يكون لديه حارس مرمى لا تسكن شباكه اهدافا مثل هدفي الاهلي، خصوصا الهدف الثاني. جماهير الزمالك كانت متوقعه فوز فريقها في المباراه، خصوصا بعد التدعيمات الكبيره اللي عملها النادي الفتره اللي فاتت. مش بس كده، ده كمان بسبب سيطره الفريق في اغلب اوقات المباراه، لكن النادي الاهلي بخبره السنين قدر يحقق فوز كبير على الزمالك في الدقائق الاخيره في المباراه ويحصد كاس مصر في نهائي دراماتيكي. اداره الزمالك اعتذرت عن النتيجه، وقال عمرو ادهم عضو مجلس اداره الزمالك: الحمد لله، اعتذار واجب لجماهير الزمالك العظيمه عن نتيجه مباراه لا تعبر عن سيرها. على المرء ان يجتهد وليس عليه ادراك النجاح، سنظل في المجلس نعمل ونجتهد متيقنين أننا على الطريق الصحيح، مستندين على دعم جماهيرنا، والشكر للعيبة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والقادم أفضل بإذن الله.